مشاهدينا، والحديث أكثر عن مؤتمر قمة بغداد المرتقب، ينضم معنا عضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة السيد إحسان العوادي. مساء الخير ومرحبا بك معنا. إذا كنت تسمعني، يوم السبت المقبل هو موعد مؤتمر بغداد. لحد الآن السيد ماكرون سوف يحضر، أيضا رئيس الوزراء الكويتي. هل لديكم معلومات عن مستوى التمثيل؟ هل سيحضر رؤساء دول أم سيكون هناك ممثلين عنهم؟ في كل الدول المدعوة حقيقة لضرورات معينة لن نستطيع البوح حاليا بالمناصب والمواقع والأسماء الحاضرة، لكن نستطيع التأكيد أن هناك مستوى عالي جدا من الحضور لقمة أو لمؤتمر بغداد من قبل كل الدول المدعوة. نعم. طيب، ما هي المكاسب التي ينتظرها العراق من هذه القمة؟ حقيقة هناك مكاسب مادية وهناك مكاسب معنوية. هذا المؤتمر هو ليس لمساعدة العراق كالمؤتمرات السابقة التي كانت تعقد خارج أراضيه. هذا المؤتمر هو للشراكة وللتعاون بإقامة تعاون وشراكات مستدامة بين العراق وبين الأشقاء والأصدقاء والشركاء الدوليين. هذا المؤتمر سيحقق أو نطمح أن يحقق شراكات مستدامة خاصة في القطاع الاقتصادي وقطاعات أخرى مستهدفة سيتم تناولها ضمن هذا المؤتمر. معنويا حقيقة أيضا هو دفع وتعزيز ودعم للعملية الدستورية الجارية في العراق والتي أيضا ستسفر عن انتخابات إن شاء الله قريبة، فيتعزز أيضا الجبهة الداخلية وثقة المواطن بالفعاليات السياسية المختلفة. الأهداف حقيقة نعتقدها بأنها إن شاء الله ستكون في متناول اليد. كان هناك سابقا أيضا مؤتمرات العراق وبين الدول مثل القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد وغيرها، لكن هذه الاتفاقات لم يرى أو لم يلمس المواطن أي شيء على أرض الواقع. المؤتمرات السابقة اللي أشرت لها في مداخلتي الأولى أقصدها كانت لبعضها يعني توفير قروض أو بعض المنح أو بعض معالجة بعض الأمور الخاصة، حقيقة لم تلمس نعم فوائدها كبيرا، لكن القمة الثلاثية أو الأنشطة المختلفة الأخرى اللي صارت في الفترة الماضية نعتقد حقيقة بأن انعكاساتها الإيجابية ستحتاج إلى وقت. الاتفاقات مضت، هناك اتفاقات ثنائية وثلاثية وقعت بين العراق وبين الأردن وبين مصر في الفترة القريبة الماضية، وزيارات للسادة الوزراء والمعنيين أيضا كانت متبادلة، وفود تجارية عالية المستوى، شركات مهمة أيضا التقت واجتمعت في أكثر من عاصمة من هذه العواصم الثلاث. هذا على مستوى القمة الثلاثية. نحن الآن طورت الخارجية حقيقة والحكومة العراقية من لقاءاتها ومن أنشطتها. نحن نتكلم الآن عن اجتماع لعشرة دول في العاصمة بغداد، كل من هذه الدول يتميز حقيقة بتطور جوانب عدة، مثلا دول متطورة في البنى التحتية، أخرى قد تكون لها باع في الصناعات البتروكيماوية، قسم آخر له باع وله قدرة دفاعية وهكذا. الآن بدأت حقيقة يعني نمط الشراكات يختلف عما بالسابق. السابق مساعدة، الآن شراكة وتعاون، وهناك حقيقة حضور وقبول واضح من قبل الشركاء والأصدقاء والجيران للتعاطي بإيجابية عالية مع العراق. هذا من الجانب المادي، أما المعنوي فقد أشرنا له. طيب، هل يمكن يعني الآن أن يمتلك العراق القوة ليكون مصدر لتقارب بين الدول المنقسمة؟ هل من الممكن أن يكون العراق مثلا طفاية للحرائق الدبلوماسية بين الدول المتضادة؟ في الفترة الماضية حقيقة أثرت جهود الدبلوماسية العراقية والحكومة بشكل عام لتحقيق بعض الأنشطة الثنائية كما تداولتها وسائل الإعلام وكما تناولها الكثير من المسؤولين العراقيين. كان للعراق دور لإطلاق مفاوضات للعديد من دول المنطقة، ونعتقد أن هذا الحقيقة الدور الذي لعبه العراق كان دورا محوريا هاما
حقيقة، ونتاجه كان واضحا باستجابات الدول أيضا للحضور في المؤتمر المرتقب يوم السبت القادم. فالعراق عاد حقيقة ليعزز دوره المحوري والإقليمي في المنطقة وكلاعب لبناء السلام والشراكات والاستقرار للمنطقة أجمع أكيد، وهذا ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الاستقرار والنمو والرفاه في داخل العراق. انضم معنا عضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة السيد إحسان العوادي، شكرا لكم معنا.